بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي محاضرتنا لهذا اليوم موضوع جديد عليكم، هذا الموضوع اسمه الترانسفورميشن. هذا الموضوع اسمه ترانسفورميشن. أي التحويلات، أي بما معناه شنو الهدف يمه؟ الهدف من هذا الدرس هو إيجاد توزيعات جديدة للمتغيرات المتحولة أو لدالة بدلالة المتغير الأصلي. هسه نشوف شنو نقصد بهذا الموضوع. طبعا حتى نفهم هذا الموضوع، أنا في الغالب عندي إكس يتوزع توزيع محدد، يعني إكس يتوزع توزيع محدد، ولنقل أن إكس يتوزع with binomial with N و P، ويعطيني علاقة، يقول لي ليت مثلا ليت الواي يساوي 3 إكس زائد 5، وبالتالي يقول لك find the PDF of y، أي بما معناه يريد البي دي اف المن، يريد البي دي اف كأنه يريد الاف اوف او الجي اوف المن، يريد الجي اوف المن للثلاثة اكس زائد خمسة، يعني يطلب توزيع جديد المن للثلاثة زائد خمسة، يعني كأنه أنا بدل ما أتعامل مع توزيع اكس اللي هو توزع مثلا على سبيل المثال باينوميال، أريد ثلاثة زائد خمسة. عندي الشرط الأساس والمهم جدا في هذا الموضوع، الشرط الأساس والمهم جدا في هذا الموضوع هو الـ 1 to 1 transformation، 1 to 1 transformation. شو نقصد به؟ نقصد التحويل 1 إلى 1. شو نقصد به؟ التحويل 1 إلى 1 1 to 1 يعني كل عنصر بالسيت أي، هذا السيت أي، كل عنصر بالسيت أي، وهذا السيت أي ماذا يمثل عندي؟ يمثل عندي السيت للمتغير إكس، هذا for origin variable للمتغير الأصلي. فشي يمثل لي السبيس للمتغير اكس، هذا شي نسميه السبيس، المجال، السبيس فور اكس او المتغير اكس. على سبيل المثال هنا صار عندي اي 1 اي 2 اي 3 اي 4. اندر ترانسفورميشن معين، اندر ترانسفورميشن معين يعني الواي تساوي اليو اكس. وش نقصد الواي تساوي اليو اكس؟ يعني الواي تساوي لاي داله بدلاله اكس. واحده من هذه الدوال هي 3 اكس زائد 5، ممكن يكون اكس تربيع، ممكن يكون 2 اكس زائد 6، وممكن يكون 10 اكس زائدا 7، وممكن يكون جذر اكس، وممكن يكون اي داله، اي داله بدلاله اكس، الواي اي داله. فهذا الترانسفورميشن، فاندر ترانسفورميشن عندي مجموعة بي، the set of بي، هاي نسميها مجموعة بي، the set of بي، هذا اللي هي تحتوي مثلا بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 على سبيل المثال. فهنا إذا كانت لكل عنصر من السيت أي صورة واحدة under the transformation، صورة واحدة في البي، لكل عنصر صورة واحدة في البي، وايضا لكل بي صوره واحده اندر ذا انفرس ترانسفورميشن، صوره واحده في الاي،
ايضا يعني من ارجع من اي الى بي، يعني الان الاي 1 صورتها بي 1، الاي 2 صورتها بي 4، الاي 3 صورتها بي 2 مثل ما شوف، الاي 4 صورتها البي 3، هذا موجوده البي 3، فصار كل عنصر من اي الى صوره موجوده في البي، وبنفس الوقت كل عنصر من بي اندر انفرس ترانسفورميشن الى صوره في الاي. فبما معناه اذا كانت الاي نسميها مابينج، يعني ترسم مابينج 1 تو 1 تو بي، اذا كانت اي مابينج 2 بي 1 تو 1 تو بي اند البي مابينج 1 تو 1 تو اي، يعني البي تعطيني اي والاي تعطيني بي، وحده ترجعني للاخرى، بس كل واحد الى عنصر واحد اندر ذا ترانسفورميشن، اندر داله التحويل. فاذا ما تحقق هذا الشرط 1 تو 1 اني استطيع ان انتقل الى الخطوه الثانيه، وهي ايجاد البي دي اف الخاص بالترانسفورميشن الجديد. اذا بعد هذه المعلومات ندخل بالمثال مالتنا ونطبق المعلومات هذه على المثال مالتنا بالتفصيل. اذا نرجع للمثال مالتنا. Example, let x have the negative binomial distribution with parameter p. عندنا negative binomial distribution with parameter p. With p بين الصفر والواحد. Find the distribution of y equal to 2x. إذا الترانسفورميشن مالتي هو y equal to 2x. هذا هو الترانسفورميشن مالتي. هذا نسميه الترانسفورميشن مالتي. ال f of x هي combination x من x plus r minus 1 p اس r q اس x، هذا اخذناه بالكورس الاول، وال x بصفر 1 2 to infinity، وال q يساوي لنا 1 minus p والداله بهذا الشكل وصفر otherwise. الان حتى نحل هذا المثال نفترض الاتي، نقول let ال a هذا سميناها set a b the space المجال space of x so that شلون ال x ال a كمجموعة تساوي، نكتبها بهذا الشكل، ال a كمجموعة هذا نعبر تعبير المجموعات ماخذيه بالإعدادية x أو ماخذيه بالاحتمالات x، حيث أن x يساوي نقول x حيث أن x ماذا تساوي؟ تساوي اللي مطيني اياه المدى مالته هذا الموجود هنا صفر واحد اثنين ونقاط تو انفينيتي، هذا هو المدى مال السبيس مالت من مالت الاكس. زين هذا المدى شو يعطيني؟ نقول سو ذات الاف اوف اكس جريتر ذان زيرو، يعني بالتالي الاف اوف اكس تكون لها قيمه ضمن هذا المدى. And we have y تساوي 2x. هذا الشيء يؤدي. أريد أعرف ال x شو تساوي؟ أطلعها بدلالة ال y، ال x تساوي y على 2. ال x تساوي y على 2. So that ال B هذا ال B اللي قلنا هو سميناه السيت، السيت مال ال Y، ال B السيت الخاص بال Y، ايش راح يساوي لي؟ Y such that ال Y ايش يساوي لنا؟ انا عندي كل Y ترتبط بعلاقة 2X، فلما ال X يساوي صفر، عندكم أهم مرحلة بس هذه، إذا تجاوزتها يعني كل حلك يصير صحيح. لما الاكس يساوي صفر راح نقول 2 في صفر، يعني 2 في اكس راح يصير عندك صفر. لما الاكس يساوي 1
راح يصير عندك 2 في 1 راح يصير عندك 2. لما الاكس يساوي 2 راح يصير عندك 2 في 2 راح يصير عندك 4، ونقاط هكذا الى ان تصل الى الانفينيتي في 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 2 راح يصير عندك انفينيتي، فبالتالي الواي راح يكون هذا المجال مالته. هذا 1 تو 1 لو مو 1 تو 1 راح نشوف. لازم اندر هذا الترانسفورميشن الثاني اللي وجدته اني كل قيمه من هذه القيم تعطيني قيمه بالاكس. يعني شلون؟ لما الواي يساوي صفر، لما الواي يساوي صفر بهذا الـ بهذا الـ بهذا الترانسفورميشن الثاني، هسه الان انا بالبي، لما الواي يساوي لي صفر راح صفر على 2 راح تعطيني صفر بالاكس، فطتني صفر هذا واحد هنا موجود وين؟ بالاكس ضمن الاي. لما الواي يساوي لنا 2، 2 تقسيم 2 راح يعطيني 1، والواحد هذا موجود وين؟ في السيت اي اللي هو المدى المتغير اكس. ولما الواي يساوي 4، 4 تقسيم 2 ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني 2 في المدى اكس، المدى مال اكس ضمن السيت اي. واذا يساوي لي 6، 6 تقسيم 2 راح يعطيني 3 هنا، واذا يساوي لي يستمر عندي راح ان كل قيمه، اذا كل قيمه من بي بيها مابينج تو اي، وكل قيمة من اي مابينج تو بي، اذا 1 تو 1. اذا ايش راح نقول؟ is 1 تو 1 transformation. بهالحالة بعد اني اطبق الترانسفورميشن، المهم عندي السيت، من وجدت السيت اطبق الترانسفورميشن ما عندي اي مشكلة. مباشرة اروح اجد دالة الجي اوف واي. شلون اجد دالة الجي اوف واي؟ فقط اعوض عن كل اكس بما تساوي. اذا الجي اوف واي، جي اوف واي ايش راح يساوي لنا؟ كومبينيشن. انا عندي الاكس يساوي لنا واي على 2. هنا كانت عندي اكس اذا تتذكرون، وهنا كان عندي اكس زائد ار ماينس 1. هذا وين؟ كان عندي بدالة الاف اوف اكس. هسه انا بدي انتقل للجي اوف واي. اذا الان الاكس انا شو يساوي عندي؟ الاكس عندي هذا المقدار، الاكس هذا المقدار، فاجي قيمه اكس واي على 2 شو اسوي؟ امسح الاكس واقول هنا عندي هذا الاكس، بس للتوضيح انا كتبته هنا، والا ما مطلوب مني ما كان تكتب وتمسحها. راح يصير عندك واي على 2، امسح كل اكس واعوض عنها بواي على 2، لان هنا الاكس يساوي لواي على 2. اجي امسح هذه الاكس وايضا اكتبها واي على 2، واي على 2. الان البي اس ايش قد عندي؟ البي اس ار، يعني بما انه البي اس ار ما بي اكس، اذا ما اقدر البي من غير بي شيء، هنا راح يبقى عندنا البي اس ار. الكيو او الواحد ماينس بي، اليو الكيو اس اكس، بما انه هو اس اكس اذا اشيل اكس واخلي عنها الواي على 2. وبهالحاله الواي شو يساوي؟ ما اخطا، خاف تجيك بالامتحان اخدعك اجيب لك اكس هنا، واقعا لان هو انقلب للواي لازم يصير عندك الواي. الواي اجيب هذه القيم اللي وجدتهن بالسيت اوف بي، اما اقول الواي بيلونج تو سيت اوف بي، يعني عندي خيارين، اما اقول الواي بيلونج تو باعتبار انا عرفتها السيت اوف بي ويكون جوابي صحيح، or اكتبها بالشكل الاتي: الواي يساوي الواي يساوي صفر اثنين اربعة ونقاط بهذا الشكل، واكيد راح نكتب صفر otherwise. وبهذا يكون وصلنا الى نهاية هذا المثال باستخدام الترانسفورميشن للديسكريت راندوم فاريبل. طبعا انا يسفني يمكن ما اكدت لكم، الجزء الاول من هذه المحاضره راح يكون خاص بالديسكريت راندوم فاريبل، وان شاء الله المحاضره بالاسبوع المقبل راح تكون على الكونتينوس راندوم فاريبل، لان الكونتينوس راندوم فاريبل الى اسلوب اخر باعتبار عندنا جوكاي بيان ومشتقه، وشويه راح هذا ياخذ منا وقت او راح ياخذ عندنا افكار اخرى بالحل. اذا اعزائي بهذا كنا وصلنا الى نهايه هذا المثال. ننتقل إلى المثال الآخر اللي هو بنفس الموضوع. المثال الآخر example: let
let f of x have the PDF أو let the PDF of x is 3 factorial على x factorial 3 minus x factorial 2 على 3 اس x 1 على 3 اس 3 minus x والx يساوي لنا 0 1 2 3 find the distribution of y equal to x تربيع y equal to x of x of تربيع upon x تربيع solution. شوي انتبه لي هذا كلش مهم. الآن أنا عندي العلاقة الـ y تساوي x تربيع، أي بما معناه أستطيع أن أقول أن الـ x ماذا يساوي؟ يساوي لجذر الـ y. الـ x يساوي لنا جذر الـ y. الآن الـ space of a الـ space of a x صج ذات الـ x يساوي x صج ذات الـ x يساوي مطيني اياه كاتب لي هو هذا أخذ من السؤال صفر واحد اثنين ثلاثة هذا الـ x under the transformation راح ايش نقول mapping يعني مرسومة 1 to 1 to المن للـ b هذا هو الـ b اللي شي يساوي لنا الواي صج ذات الواي تساوي الواي شي يساوي لنا اكس تربيع فالقيمة الأولى صفر فصفر تربيع راح يصير عندي صفر القيمة الثانية واحد من اكس بالاكس تربيع اندر العلاقة الموجودة مالتي الواحد تربيع راح يصير عندي واحد الاثنين تربيع الواي يساوي اكس تربيع الاثنين تربيع راح يصير عندي زقد أربعة الثلاثة تربيع ايش قد راح يصير عندي؟ تسعة. إذا under transformation الـ A ما بكتب B بحيث الـ B يعطيني صفر واحد أربعة تسعة. الآن هل هذا 1 to 1 transformation لو مو 1 to 1 transformation؟ أعزائي انتبه لي لهذا الكلام. In general عموما الـ Y تساوي X تربيع does not one to one transformation. اكتب لك هذه الملاحظة note. In general الواي تساوي اكس تربيع does not one to one transformation. ليش؟ ليش بصورة عامة الـ y تساوي x تربيع does not one to one transformation؟ على سبيل المثال لو كانت الـ x كالآتي على سبيل المثال اعتباطيا احنا هنا راح يطلع عندنا one to one بس على سبيل المثال افترض هكذا لو كانت x تساوي 0 1 ناقص 1 2 ناقص 2 كان صار عندي الـ y يساوي x تربيع شو يعطيني الـ y راح تعطيني الـ y صج ذات الـ y الـ b هذا على سبيل المثال نقول تساوي لي الـ y صج ذات الصفر تربيع 0 الواحد تربيع واحد ناقص واحد تربيع واحد الاثنين تربيع أربعة ناقص اثنين تربيع أربعة فراح يصير عدي عناصر هنا مختلفة من اكس لها نفس الصورة انت تعرفون بالمجموعة يعني هنا مجموعة بي يعني اذا اردت اكتبها بهذا الشكل تساوي واي صد ذات الواي تساوي ما اكتب الصفر الواحد ما كرره كتبه مره واحده لان بالمجموعه من يتكرر العنصر ما كرره والاربعه ما كرره كتبه لمره واحده فبالتالي ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي عنصرين يعني عنصرين من اي لهم صوره واحده يعني الواحد والناقص واحد اثنينهم لهم صوره الواحد والاثنين والناقص اثنين اثنينهم لهم صوره الاربعه فبالتالي راح يصير عندي عناصر مختلفه لها صوره واحده
بالتالي هنا شو نقول عليه؟ هذا نقول عليه not one to one transformation. ليش قلنا not one to one؟ لأن الماينس من يتربع يصير موجب والعدد نفسه يصير موجب، فبالتالي هذا not one to one transformation. لهذا السبب احنا ايش كتبنا؟ كتبنا in general الواي يساوي x تربيع does not one to one transformation. But here هنا ايش راح يكون عندنا؟ However however it does for there are one to one no negative there are no يعني لين ما عندي عناصر سالبة no negative values of x لأنه ما عندي عناصر سالبة بx ليش؟ لأن الx هي معرفة على المجموعة x such that الx يساوي لنا صفر وواحد واثنين وثلاثة ما بيهم سالب، لو بيهم سالب كان قلنا not one to one transformation. هذا الأمر شو يعطيني؟ that is we have طبعا هذا ما اريدك تكتبه بس لك للتعريف يعني من يجيك بالامتحان ما اريدك تكتب هذا الكليشه فقط انت تفهم ماذا يجري. That is we have the single valued inverse function يعني معكوس الدالة، لأن هذا نسميه معكوس الدالة، نسميه قيمة وحيدة. الإكس يساوي لنا جذر الموجب فقط للواي، لأن أنا ما عندي قيم سالبة. خلي في بالك هذا نوت ماينس نوت ماينس جذر واي، يعني إحنا جذر الواي ما نتعامل وياه لأنه فقط راح ناخذ الجذر الموجب لأن القيم مالته كلها موجبة. And so جي اوف واي هسه بعد احنا من اثبتناها هي 1 تو 1، ليش اثبتناها 1 تو 1؟ هم نرجع عليها مره اخرى خاف يعني انتم ما تاكدتوا من يمها، ليش 1 تو 1؟ لانه الان الصفر تربيع واحد صفر، الواحد تربيع واحد، الاثنين تربيع اربعه، الثلاثه تربيع تسعه. الان الاكس وش يساوي لنا؟ احنا طلعنا العلاقه قلنا الاكس يساوي جذر واي، يعني جذر الصفر يساوي لنا صفر، وجذر الواحد يساوي لنا واحد، وجذر الاربعه جذر الأربعة شي يساوي لنا اثنين، وجذر التسعة يساوي لنا ثلاثة. إذن one to one transformation. إذن we have يعني الآن إحنا شعدنا إذن we have one to one transformation. إذا الجي اوف واي بكل بساطة أشيل كل قيمة إكس وأعوض عنها بما تساويه الواي. الجي اوف واي إيش راح يساوي لنا؟ البروبابيلتي اوف إكس تساوي جذر الواي. إذا شكو إكس نشيله نخليه واي، إذا راح يصير 3 فيكتوريال ما بيه إكس. هنا الإكس فيكتوريال راح يصير 3 جذر 3 عفوا. سوري مو جذر 3 هذا جذر اكس. هنا جذر اكس سوري جذر واي. جذر واي فيكتوريال 3 ماينس
جذر واي فكتوريال، بس تأكد من الصيغة مالتنا فعلا اكس اكس مضروبة في 2/3. بالاصل كانت اكس، الان ايش راح يصير عندي؟ جذر واي، وهنا راح يصير عندي ثلث، وبالحقيقة هي 3 ناقص x، يعني راح يصير 3 ناقص جذر y، 3 ناقص جذر y. طبعا والواي شو يساوي لنا؟ 0 1 4 9. أو مباشرة نقول الواي belong to بيتا أو بي للمجموعة، يساوي لنا 0 هنا otherwise، 0 otherwise. إذا الدالة عندي أنا بالأساس 3 فكتوريال على x، يعني فكتوريال سويتها جذر 3 فكتوريال، و 3 ناقص x فكتوريال صارت عندي 3 ناقص جذر y فكتوريال، و 2/3 اس x صارت الاكس جذر y فكتوريال، والثلث اس 3 ناقص x صارت عندي 3 ناقص جذر y فكتوريال. وبهذا نكون وصلنا الى نهايه هذا المثال، ننتقل معكم الى المثال الاخر. الان ايضا مثال بسيط اخر، خلص هذا المثال نعطيكم راحه يعني قليله. Example let x has the PDF ال f of x يساوي 3. هنا خلي في بالك الدالة ثابتة، هنا الدالة ثابتة عندك، let ال x has the PDF ال f of x يساوي لنا ثلث، وال x 1 2 3 0 elsewhere. Find the PDF of y equal to 2x زائد 1. إذن solution، أبدأ من ماذا؟ أبدأ من الواي تساوي 2x زائد 1. هذا شيء يؤدي لي، يؤدي لي إلى 2x يساوي لي الواي ناقص 1. وهذا ايضا يؤدي بدوره، انا اريد اشوف الاكس الواحد ايش قد تساوي؟ الواي ناقص 1/2، الواي ناقص 1/2. بهالحاله صار عندي الترانسفورميشن من اكس الى واي، وعندنا اكو ترانسفورميشن من واي الى اكس، اكو ترانسفورميشن معكوس بهذا الشكل. اذا الان نشوف السيت اي اللي شي مثلنا، قلنا دائما هذا السيت قلنا هو يمثل لي السبيس اوف اكس، هذا السيت يمثل لي، اتفقنا احنا بيناتنا، انا افترض اقول ليت الاي يساوي لنا اكس صج ذات الاكس حسب ما معرف لي اياها، كاتب لي اياها تساوي 1 2 3، هذا هو تعريف الاي. شو نقول؟ نقول از مابينج تو المن، راح نرس يعني تكون مرسومه باتجاه البي، السيت بي راح يصير عندي الواي اندر ترانسفورميشن، الواي يساوي نشوف السيت بي، الواي شو يساوي؟ 2x زائد 1. لما الاكس يساوي 1 اعوض اقول 2 في 1، هكذا 2 في 1 2 زائد 1 يساوي 3. اذا العنصر الاول في الواي اندر ترانسفورميشن شو يساوي لي؟ 3. نمسحها، هذا انا اسوي لكم هذه الخطوات حتى تتعود تشوفها شلون صارت. لما عندك الواي، لما الاكس يساوي 2 راح يصير عندك الواي شو يساوي لنا؟ لما الاكس يساوي راح يصير عندك 2 في الاكس 2 زائد 1، 2 في 2 4 زائد 1 راح يصير عندك 5، فبالتالي راح تخلي هنا عندك يصير عندك شنو؟ 5. زين، لما الواي يساوي عندك ايش قد؟ 3. لما عفوا الاكس يساوي عندك 3، الواي ايش راح يساوي؟ الواي راح يساوي عندك 2
في 3 زائد 1، 2 في 3 6 زائد 1 يصير عندك 7، اذا صار عندك هنا 7. هنا صار عندك 7. خلاص اذا هذا الترانسفورميشن من اي الى بي اندر ذا ترانسفورميشن، يعني الواي شو يساوي لي؟ الواي يساوي 2 اكس زائد 1. طيب 1 تو 1 لو مو 1 تو 1 افحصها واشوف هل هي 1 تو 1 لو مو 1 تو 1. شلون افحصها؟ اشوف الاكس شو يساوي؟ واي ناقص 1 على 2، فهذا هو الواي. اول قيمه 3، اول قيمه راح يصير عندي 3، بما ان اول قيمه 3 ايش راح يصير عندي؟ الاكس هنا شو يساوي لي؟ الاكس الاكس راح يساوي لي الواي 3 ناقص 1 على 2، 3 ناقص 1 2 على 2 1، فطلع عندي القيمه الاولى هذه صح. اجي اخذ الخمسه راح يصير عندي 5 ناقص 1 4 تقسيم 2 راح يصير عندي 2، يعني ثاني قيمه 2 لازم تكون بالاكس صح. اجي الواي يساوي 7، هنا راح يصير عندي 7 ناقص 1 6 تقسيم 2 راح يصير عندك 3، اذا القيمه الثالثه السبعه ايش تعطيني؟ تعطيني 3. اذا كل رقم من واي اعطاني رقم واحد وين؟ بالاكس. ونفس الشيء بالسابق كان كل واحد من اكس اعطاني رقم واحد من واي. اذا بهالحاله شو استطيع ان اقول؟ استطيع ان اقول انه اني عندي 1 تو 1 ترانسفورميشن. اذا وي هاف شو نقول؟ نقول هسه عليه انه وي هاف 1 تو 1 ترانسفورميشن. وي هاف transformation from A to B. Also أنا من قلت 1 to 1 يعني من B إلى A أيضا موجود. إذا G of Y، إذا G of Y إيش راح يساوي لنا؟ الدالة ثابتة عندي أنا 1 على 3، إذا ما تتغير لأن ما بيها X، 1 على 3. اللي يتغير عندي شنو؟ فقط المدى. المدى ايش راح يصير عندي؟ 3 5 7 بهذا الشكل فقط. اذا راح يصير عندي 1 على 3 الواي يساوي 3 5 7، وهنا ايش راح يساوي لنا؟ 0 otherwise. هنا هذا اذا ما اردت تكتب الواي يساوي 3 5 7 اقول or الواي belong to b، يعني انت بكيفك هذا الخيار او هذا الخيار. إما تقول or الواي belong to b أو تقول y يساوي 3 5 7. وبهذا نكون وصلنا إلى هذا المثال. إذا إن شاء الله هذه الأمثلة أعتبرها سهلة، وموضوع بداية إن شاء الله راح تكون سهلة عليكم. بهالحالة راح أوقف